هناخد دلوقتي ازاي ان احنا نتعامل ببرنامج الجي ان اس 3. تمام. ايه ده بقى؟ علشان نتعامل دلوقتي مع الراوترز قدامي كذا طريقه. الطريقه الاولانيه ان انا ممكن ان انا اتعامل مع الراوتر دايركت زي ما احنا عملنا دلوقتي. في طريقه ثانيه عقيمه وغريبه كده اللي هي الباكت تريسر. طبعا الباكت تريسر بيشغلني حاجات بسيطه جدا زي ما قلت لك، تقريبا في السيسن اي هيشغلني مثلا 80% من الاوامر. في حاجات كتيره قوي في السيسن اي تيجي تشغلها على الباكت تريسر مش هتشتغل. تمام. في حل ثالث بقى اللي هو مين؟ جي ان اس. دي تكنولوجي الايميليشن اللي ريليتد بسيسكو. يعني مثلا احنا واخدين في لينكس التكنولوجي الايميليشن اللي احنا شغالين عليها طول الكورس كانت ايه؟ الفي ام وير. احنا جبنا لينكس بجد سوفت وير بجد او الاوبريتنج سيستم الازهار الحقيقيه، وبدل ما سطبها على اللاب عندي سطبتها جوه في شيء الفي ام وير. تمام. هنا نفس الكلام، انا هجيب اي او اس بجد وحقيقي واسطبه جوه ايه؟ او احطه جوه جي ان اس. بدل ما اجيب الاي او اس احطه جوه الراوتر، لا انا هحطه جوه جي ان اس. تمام. الكلام ده بقى يتم ازاي؟ هتلاقي في الفولدر اللي انت واخده الفولدر ده. تمام. جي ان اس في هنا مثلا فيرجن جي ان اس 1.3.3، دبل كليك عليه وسطبه عادي. تمام. سطب الفيرجن ده، بلاش اي فيرجن تاني، بلاش اقدم بلاش احدث، في احدث منه بلاش منهم. انا هحتاج الفيرجن ده قوي 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 لما ندخل في جزئيه السويتشنج ان شاء الله. تمام. التسطيب بتاعه نكستيت ازاي؟ دبل كليك يس نيكست اجري نيكست. هنا بقى وانت بتسطبه شيل علامه الصح دي من على سولار ويند. انا مش محتاجه السوفت وير ده، بس اكد لي ان انت هتسطب الواير شارك، واكد لي ان انت هتسطب السوبر باتي. الاثنين دول، الواير شارك ده برنامج كمان شويه باذن الله هنستخدمه، يعني على المحاضره الجايه كده ان شاء الله هستخدمه عشان ان انا اعمل كابتشر للداتا اللي ماشيه ما بين تو راوترز، عشان نعمل نوع الاتاك اللي اتكلمنا عليه في النظر اللي قلنا عليه اسمه مان ان ذا ميدل، الراجل اللي في النص. تمام. هنعمله عن طريق الواير شارك. في هنا كمان السوبر باتي. شفت التيرا ترمو والباتي؟ كل راوتر بفتحهم بيصرفوا لي في ويندو. ميزه السوبر باتي بقى ان لو انا بكونكت على اكتر من راوتر بيصرفوا لي على هيئه تبات. زي اشبهها لك بالفاير فوكس كده. اه تبات من فوق لما افتح كذا صفحه. بالظبط كده. تمام. وتكمل تسطيب. هو هنا الفيرجن ده الواير شارك هيكونكت اساسا على الانترنت ويبدا ان هو ينزلها، فبدل ما اضيع وقت هي بقيه الخطوات هتبقى نيكست نيكست. ومن ضمن الخطوات صحيح هيطلب منك برنامج الوين بي كاب سطبه. ايه الوين بي كاب ده بقى؟ ده برنامج هيساعدني ان اخلي الراوتر بتاعي بعد ما اسحب راوتر هخليه اكونكت ما بينه وما بين كارت الشبكه بتاعي. تمام. تمام. انا يبقى كل شغلي كده حقيقي اوبريتنج سيستم بجد وحقيقي، دخلته جوه جي ان اس وكمان ربطته بكارت الشبكه الحقيقي بتاع اللاب بتاعي، يبقى انا كده كل شغل حقيقي. وطالما قدرت ان انا اربطه بكارت الشبكه الحقيقي بتاعي، يبقى ده معنى ايه؟ مش انا كارت الشبكه الحقيقي بتاعي كونكتد مثلا بالاجهزه اللي حواليا، يبقى معنى كده ان الراوتر اللي انا هسحبه بشاشه جي ان اس هبنج منه على كل الاجهزه اللي حواليا، والاجهزه اللي حواليا تبنج على الراوتر، يبقى انا كده عملت لاب متكامل بكل الاجهزه اللي حواليا كمان. تمام. باك تريسر فيه كده على فكره، هو الفيرجن الجديد فيه كده. تمام. نعمل بقى الكلام ده كده زي ما اتفقنا ان انا سطبت جي ان اس. بعد ما بيتسطب تمام هشيل بس شويه حاجات عشان يبقى رجعه ديفولت. ده اول ما هيتسطب هيبقى معاك بالمنظر ده. لو ضغطت هنا عشان اسحب راوتر هيقول لي ان ما عنديش اساسا اي اي او اس انا ضفته هنا، ضفته على الراوتر. يبقى انا في البدايه خالص اول خطوه هعملها ايه؟ ان انا اجيب الاي او اس واضيفه جوه شاشه البرنامج. تمام. منين بقى؟ هتلاقي برضو الفولدر اللي معاك فيه اتنين اي او اس انا مديهم لكم، ده في واحد تاني 3725، ده 3725 و7200. تمام. ايه الارقام دي بقى؟ قال لك سيسكو دايما لما بتبدا ان هي تعمل بيلد لاي او اس بتعمل لها بيلد عن طريق حاجه اسمها سيرس، على حاجه اسمها ايه؟ سيرس. يعني على سبيل المثال في
في سيرس 1600، مفيش حاجه اسمها راوتر موديل 1600، لكن سيرس 1600 جواها في 1601 في 1602 لغايه 1605. تمام. في سيرس مثلا 3600، مفيش راوتر اسمه 3600، لكن في 3640 وفي 3660. في سيرس مثلا في 3700، زي على سبيل المثال مثلا 3725. في سيرس مثلا 7200، في سيرس 10000، في سيرس 12000. ايه الارقام دي؟ معروف كده ان كل ما الرقم ده زاد معناه ان الهاردوير بتاع الراوتر بتاعي بقى اقوى. بمعنى سيرس 1600 ده لو جبت تشوفه قد كده بالظبط، حاجه قد كده. تمام. مثلا 2800 بس قد ايه؟ مثلا 3600 تلاقي قد كده، 3700، 7200 قد كده بالظبط، 10000 في راوترز كده. تمام. يبقى معنى كده انا مثلا سمول بزنس ما اروحش اشتري راوتر مثلا 10000، انا المناسب ليا ساعتها سيرس كام؟ مثلا سي 1600، حاجه تمشي لي الغرض. تمام. ما كنتش انا شغاله في لارج بزنس واروح اشتري مثلا راوتر 3600 مثلا ولا 2800 زي ده، فيري لارج بزنس زي فودافون مثلا والكلام ده. تمام. ما هو كل ما الراوتر اساسا امكانيات الهاردوير بتاعته بقت اقوى، معنى كده ان هو بيسبورت ترافيك اعلى، بيسبورت عدد يوزرز اكتر يطلعوا عن طريقه. يعني مثلا سيرس 3600 و3700 ده حجم الميموري بتاعته 128 ميجا رام. سيرس 7200 حجم الميموري بتاعته 256 ميجا رام. يبقى بيسبورت ترافيك اعلى ويوزرز اعلى ولا لا؟ تمام كده. في فرق ما بين السيرس والفيرجن بتاع الاي او اس، هنتكلم عن فيرجن الاي او اس قدام ان شاء الله. احنا بنتكلم دلوقتي عن السيرس كهاردوير. تمام. هنا مثلا احنا قلت لك دلوقتي ان انا معايا سيرس كام؟ 3700 و7200. نضيف بقى الموديلات دي كده جوه الراوتر، اضيفها ازاي؟ هاجي تحت ايديت بريفرنس واجي تحت اي او اس راوترز. تمام. نيو. ايه هو الاي او اس بتاعي؟ هبراوز عليه تحت الديسك توب. انا عايزه اضيف دلوقتي مثلا الاولانيه اللي هي 3725. اوبن. بيقول لي اقبيرها لك تحت مسار معين تحت السي. لا، ما انا كده كده ببراوز عليها من تحت تحت الديسك توب وخلاص. ايه لازمتها ان انا ازود المساحه كمان تحت تسطيب البرنامج تحت السي؟ ملهاش لازمه. لو قلت له يس مش فارقه عادي. نيكست. قال لي طب الاسم بتاعه هسموه لك كذا. اه ماشي اوكي. نيكست. حجم الميموري بلاش تلعب فيه، يعني مثلا بلاش تقلله. انا زمان قوي كنت مثلا ساعات اقلله اجرب مثلا او اقول هيسحب رامات اعلى، الموضوع مش مستاهل. دلوقتي اقل تشيب رام اساسا في السوق 2 جيجا. 2 جيجا دي يعني يسحب لك كام راوتر؟ قد براحتك. ما انا دلوقتي لو سحبت 10 راوتر كل راوتر هيحتاج 128 ميجا رام. تمام. نيكست. طب انت عايزه تركبي سلوتس كمان؟ يعني هنا السلوتس دي. تمام. لا، انا هقول له نيكست على طول، لان كده كده باذن الله من جوه هعلمك ازاي تركب سلوتس من جوه. تمام. تمام. نيكست. طب عايزه تركبي ويكات؟ احنا قلنا الويكات اللي هي ايه؟ الويب انترفيس كارد بالظبط. تمام. نيكست. وبعد كده سيبك من ايدل بي سي دلوقتي، هنشرحها واقول له هنا فينش. طب عايزه اضيف واحد كمان. ها. نيو. براوز عليه ديسك توب 7200. اوبن. نيكست. هنا مثلا 512 كتير قوي بصراحه، 256، لان ساعات بحتاج الاي او اس ده في قصات الان بي. في الان بي بنوصل مع بعض ال 10 راوتر، فلما اجي اسحب 10 راوتر واقومهم وكل واحد اديله 512، لا ساعتها الدنيا لا كتير عليه. تمام. فهنا 256 حلوين قوي قوي على ايه؟ 7200. هو بس عمل لهم ديتكت 512 لان لقى الرام قدامه كتير فبيسحب بمزاجه، انما لا هو كفايه عليه قوي 512. سوري 256. نيكست. نفس الكلام لو انا حبيت ان انا اركب سلوتس. فينش. اوكي. تعالى نجرب بقى نسحب كده راوتر 7200 مثلا او 3725. هو بص بيطول ازاي؟ بيتشيك الاول على الاي اس موجود ولا لا. تمام.
لونه هنا ايه؟ اللون الاحمر ده معناه ان الراوتر ده مش شغال. اشغله ازاي؟ في البرنامج بكليك يمين عليه واقول له ستارت. طبعا في الحقيقه بضغط على زر الباور ده. طب لو انا قلت له هنا ستارت اشتغل اهو. لو جيت ابص على البروسيسور كده بيرفورمانس، لا عالي 44%، وانا جاست بس ان انا سحبت راوتر واحد وامكانيات اللاب عاليه اساسا، لا كده عالي تمام. حتى برضو لا ستيل عالي حتى لو نزل حاجه و20، معنى كده ان انا لو سحبت لي 4 5 راوتر البروسيسور بتاعي هيوصل 100%، ولو فضل فتره طويله 100% انا على نفسي احط ايدي على قلبي تمام. ليه بقى؟ قال لك مشكله تكنولوجي الايميوليشن بصفه عامه، انت جربت في اللينكس ان هو بيحتاج رامات، بيحتاج بروسيسور، بيحتاج مساحه من الهارد، كل ده هياخده منين؟ اللاب بتاعي، امكانيات اللاب بتاعي. يعني هنا الراوتر ده محتاج رامات، هو كده كده حجز لنفسه 128 ميجا رام، ومحتاج بروسيسور، هياخد منين؟ اخد منين؟ من البروسيسور بتاعي تمام. فانا ممكن دلوقتي اقول له لا يا راوتر، لما تكون محتاج انت كده كده اخدت الرامات بتاعتك، لكن لما تكون محتاج بروسيسور وقت ما تكون عامل بتعمل بروسيسنج اسحب من البروسيسور بتاعي، لكن لما يكون انت دلوقتي مش محتاج بروسيسنج سيب لي البروسيسور بتاعي مالكش دعوه بيه. اعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق ان ممكن احسب له حاجه اسمها ايدل بي سي. احسب له حاجه اسمها ايه؟ قيمه اسمها ايدل بي سي. فلو ضغطت هنا هيبدا ان هو يمشي كالكوليشنز كده ويطلع لي كذا قيمه، وانا اختار البيست قيمه او البيست فاليو اي واحده منهم. يفضل لو اللي جنبيها علامه استرسك، يعني هيحسب لي مثلا 5 قيم ولا حاجه، واحده او اثنين جنبيهم استرسك، الافضل اختار اللي جنبيها استرسك، اي واحده من اللي جنبيها استرسك تمام. الشيء ان اس الجديد بقى فيه كمان اوتو ايدل بي سي، يعني بيختار بمزاجه ويطبقه كمان البيست فاليو بمزاجه. تعال نشوف كده، لو حسب هنا الايدل بي سي على ما يخلص، قلنا تاني تاثير الايدل بي سي ان وقت ما يكون محتاج بروسيسور هيسحب من البروسيسور بتاعي تمام. has been applied. لو جيت كده ابص على البروسيسور لا مش عاجبني برضو، مش عاجبني. نحسب تاني ايدل بي سي مثلا، لو الايدل بي سي ما اشتغلتش كويس ممكن انا بايدي احسب ايدل او احسب ايدل بي سي بايدي واختار انا قيمه مناسبه. مين اللي معلي بقى البروسيسور كده؟ فكرة مش جي ان اس اللي معلي البروسيسور، في عندي سيرفيس تانية مش عارفة ايه دي اللي معلية البروسيسور، فكده لا كده تمام، كده تمام ماشي. طيب كل ما اجي اسحب راوتر هضطر ان انا اعمل العملية دي؟ لا، الحكاية دي بتتم مرة واحدة بس. يعني لو جيت قفلت البرنامج وجيت بعد كده اشغل جي ان اس، لو جيت اسحب راوتر طبعا الموديل ده هحسب له ايدل بي سي، والموديل ده هحسب له ايدل بي سي. الموديل ده انا اوريدي حسبت له تمام. لو جيت كده اشغل الراوتر ستارت وعيني على البروسيسور، لو البروسيسور عالي في الاول شويه مفيش مشكله. ليه؟ لان في البدايه خالص الراوتر بيعمل دي كومبريس للاي او اس وينقله جوه الرام والحاجات دي، فمعنى كده فعلا انه محتاج بروسيسنج تمام. المفروض دلوقتي ينزل، نزل اهو تمام. تمام كده، يبقى مش كل مره هتضطر ان انت تعمل الاكشنز اللي انا بعملها دي. هو عن نفسي بقى بفضل ايه؟ اسحب راوتر واحد بس، احسب عليه الايدل بي سي واقفل البرنامج خالص واشغله تاني، لان لو سحبت اكتر من راوتر وانا لسه مشغله جي ان اس في اول مره خالص، سحبت اكتر من راوتر بضطر بايدي ساعتها اني احسب ايدل بي سي لكل راوتر فيهم انا سحبته. طب وليه وجع القلب؟ انا دلوقتي لو جيت سحبت واحد كمان طالما من نفس الموديل مش هضطر احسب ايدل بي سي خالص. تمام؟ وكده الراوتر اشتغل، كليك يمين كونسول،
عشان ادخل على صفحه الكونفيجريشن بتاعتي. انا كده بكونكت عليه بالسوبر باتي. مستو زي ما اتفقنا ان في هنا ايه تبات. بالمناسبه الفيرجن ده اول لما بتكونكت عليه بيكونكت بالباتي مش بالسوبر باتي. لو انت حبيت ان انت تغيره تحت ايديت بريفرنس تحت كونسول ابلكيشنز وتختار الابلكيشن المناسب ليك اللي انت عايز تكونكت بيه على الراوتر. انت فولت بيه بقى باتي. انا اللي بختار السوبر باتي اللي هو نزل اصلا مع مين؟ مع جي ان اس. تمام كده. طب ايه ده؟ المفروض ان انا لما دخلت على الراوتر اسم الراوتر يبقى راوتر صح؟ ايه تاني؟ في شويه كونفيجريشن هنا دخلني مثلا على الانيبل مود دايركت. لو جيت هنا قلت له شو رانين كونفيج الهوست نيم ار 1 تحت اللاين كونسول اكزيت داش تايم اوت لوجين سنكرونس بريفليج ليفل 15. ايه ده؟ ده معناه ان اي نيو يوزر هجريته على الراوتر بتاعي هيبقى واخد بريفليج 15. وانا عارفه ان بريفليج 15 هيدخل على مين؟ على الانيبل على طول. بدل ما كنت وانا بكريت اليوزر اقول له يوزر كذا بريفليج 15، لا تحت الكونسول على طول بريفليج 15. ده معناه ايه؟ ان اي يوزر جديد انا كريته هيدخل على الانيبل تاير بدل ما اضطر اكتب الاوبشن ده على مستوى كل يوزر. انا عايز اصفره بقى صفحه الراوتر اعمل اريز معايا هم ماشي. ايه ده؟ قال لك الفيرجنز الجديده للجي ان اس بدا ان هو يظبط بري كونفيجرد كونفيجريشن. شويه كونفيجريشن بري كونفيجرد اصلا انا عن نفسي ما بحبش امسحها. ليه؟ ما هي الحاجات الاساسيه دي انا خلاص يعني تمام. انت بقى لا امسحها منين؟ من اديت بريفرنس تعالى تحت الاي او اس اللي انا ضفته اللي هو ده اديت هتلاقي فيه هنا انيشيال ستارت اب كونفيجريشن. المشكلة في الملف ده. تعالى تحت براوز اي او اس ستارت اب هو ده. امسح الملف ده. تمام امسحه خالص. ما ينفعش امسحه من جوه من الباتي. لا الباتي ده عباره لا 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 انا عايزاك تمسحه خالص عشان كل ما تيجي تقوم الراوتر اساسا يبقى كلين انستليشن او كلين كونفجريشن معلوش حاجه عشان تعود ايدك على الاوامر اللي احنا عملناها. تمام. بص كده لو قلت له اوبن اديت مثلا للملف ده هحاول افتحه بالورد باد افضل. اوبن اوبن ويز اهي وورد باد. هي دي شويه الكونفيجريشن اللي ايه اللي اتطبقت دلوقتي على الراوتر. بص نيم بريفليج اتش عشان كده اول راوتر انا سحبته R1 تاني راوتر R2 تحت اللاين كونسول تحت اللاين اكزيت. في شويه كونفيجريشن نو اي بي دومين لوك اب. في شويه كونفيجريشن هو مظبطها لوحده. تمام. لا تعالى على الملف ده اساسا زي ما قلت لك كليك يمين ديليت اساسا. تمام. وبعد كده اقفل البرنامج وشغله تاني عشان كل اللي في الميموري كمان يضيع. اول ما تيجي تشغله تاني اي راوتر هتيجي تسحبه هيبقى كلين كونفيجريشن معلوش اي كونفيجريشن. انا عن نفسي مش همسحه عشان مش كل راوتر اسحبه اضطر ان انا اعمل الهيصه دي من اول تحت اللاين كونفل اكزيت داشن او نو اي بي دومين لوك اب ايه وراء الاندرايف. تمام. اتليست تفضل مدلته او ينقله في حته ثانيه لغايه ما توصل مثلا لنص الكورس على ما تكون ايدك بقت ميه في الكلام ده. تمام. كده بدانا ندخل بقى على الراوتر. عايز اتعلم دلوقتي ازاي ان انا احط اي بي على الراوتر. اول حاجه طب بس كده هتحط شويه كده. اول حاجه اخدنا امر كده من شويه شو اي بي انترفيس بريف انتر. الموديل ده على سبيل المثال فيه اتنين انترفيس فاست 0 على 0 وفاست 0 على 1. الاي بيهات عليهم الاثنين ان اسايند. طب حالتهم كهاردوير اوكي سلام ولا فيهم مشاكل؟ لا اوكي. طب والطريقه اللي انا حطيت بيها اي بي اساسا انا ما حطيتش اي بي. يعني لما احط اي بي مانيوال هيقول لي هنا مانيوال. لو انا خليته ياخد اي بي من دي اتش سي بي سيرفر هيجيب لي هنا دي اتش سي بي. تمام. عايزه اتعلم ازاي احط اي بي. سمبلي هدخل على السب كونفيجريشن مود بتاع الانترفيس ده. يعني هقول له انترفيس مسافه فاست 0 على 0 او اف 0 بالظبط. ليه وجع القلب ده كله؟ انترفيس فاست 0 وف
بروسيجر اسهل وخلاص. اي بي ادرس واقول له هنا اي بي ادرس سي مثلا عايزه احط له اي بي 192.168.1.100 مثلا وخليه 10. مسافه السبنت ماسك انتر تمام. السويتش وظيفته ايه؟ انه بيربط اجهزه في نفس النتورك اي تي، لكن الراوتر وظيفته انه بيربط اجهزه ما هياش في نفس النتورك اي تي. علشان كده السويتش اغلب السويتشز مش كلها، اغلب السويتشز اللي هي الاكسس سويتشز بيبقى الانترفيسز بتاعتها انيبلد باي ديفولت. يعني ايه انيبلد باي ديفولت؟ يعني وصلت عليها الكابل تشتغل، مجرد ما وصل عليها الكابل اساسا تشتغل تمام. ليه؟ ما هي مربطه اجهزه في نفس النتورك اي دي، ده نفس اللين يعني ما فيش قلق. لكن الراوتر ايه؟ بيربط اجهزه ما هياش في نفس النتورك اي تي. على سبيل المثال اللان بالوان تمام. يعني انا جاست ان انا احط اي بي على الراوتر الاقي اللان شاف الوان، الله اعلم ساعتها لو شافه مجرد ما حطيت الاي بي ممكن يجي لي اتاك من بره، ممكن يجي لي فيروسز، ممكن يجي لي بلاوي سودا من بره. عشان كده كل الانترفيسز بتاعه الراوتر ديسيبلد باي ديفولت. انا بحط اي بي واظبط سكيورتي واعمل شغلي، وبعد ما اخلص كل شغلي خالص اخر خطوه خالص تيجي التالي اقول له نو شات داون. نو شات داون ده معناه ايه؟ ان كده بعمل انيبل للانترفيس. يبقى تاني كل الانترفيسز بتاعه السويتشز اغلب السويتشز باي ديفولت انيبلد باي ديفولت، لكن الانترفيسز بتاعه الراوتر اغلب الانترفيسز بتاعتها او مش اغلبها ده كلها disabled by default تمام. عشان اقومه زي ما قلت لك كده محتاجه امر سوفت وير اسمه نو شات داون انتر. اول لما هقول له نو شات داون طلع لي اتنين سيسلوج بيقول لي تشينج ذا ستيت تو اب، واللاين بروتوكول هو كمان اتحول لاب. اتنين سيسلوج مش واحده بس تمام. ده ايه ده؟ لو جيت هنا قلت له دو شو اي بي انترفيس بريف فاست 0 على 0 ادي الاي بي، واخد الاي بي بطريقه مانوال، لقيت ان الستيتس بقت اب ولقيت البروتوكول بقى اب. ايه الستيتس وايه البروتوكول؟ تمام. ايه المسج؟ هو المسج ده ينفع تبقى اه دي اتش سي بي؟ لا والله. انزل تحت الانترفيس قول له اي بي ادرس مسافه دي اتش سي بي. هنعمل الكلام ده قدام ان شاء الله. اه طيب هو برضه سؤال تاني، الدي اتش سي بي ينفع احطه على الراوتر؟ اه مش انا قلت لك ان الراوتر عاده الانترفيس اللي مقابل للين بحوله دي اتش سي بي سيرفر، والانترفيس اللي مقابل للوان عاده بحوله دي اتش سي بي كلاينت ياخد اي بي من الاي اس بي؟ ده اللي موجود حقيقي. ما ظننا اصلا كهوم يوزرز عندنا كده الانترفيس المقابل للشبكه بتاعتي جوه البيت ده شغال دي اتش سي بي سيرفر، الانترفيس اللي بره اللي مقابل للشركه اللي انا واخده منها الخدمه ده شغال كدي اتش سي بي كلاينت. عشان كده كل ما درست الراوتر بيلقط بابليك اي بي مختلف. تمام. طيب سي دلوقتي ان انا عايزه اقفل الانترفيس هقول له ايه؟ ها؟ شوت داون. اول لما هقول له انتر هيطلع لي برضو اتنين سيسلوك قال لي change state to administratively down والبروتوكول بقى down. ايه ده بقى؟ ايه ال status وايه البروتوكول؟ فين دلوقتي اللاب اللي هنعمله كمان شوية بإذن الله ان انا هوصل الراوتر بجهاز كمبيوتر باللاب بتاعي. ده الراوتر وده البي سي. سي مثلا انا وصله هنا فاست 0 على 0 وهديهم اي بي هات فرنش 192.168.0 اوفر 24. الراوتر مثلا على سبيل المثال هديله اي بي دوت 10 والبي سي هشوف دلوقتي هديله اي بي كام. سي مثلا هديله دوت 100 مثلا على سبيل المثال تمام كده. ايه ده؟ قال لك بص كده اول خطوه دايما في شغل الشبكات ان انت بترسم الشبكه على ورق وقلم. مش شرط ورق وقلم، فيزيو برنامج فيزيو، المهم ان الشبكه تبقى دوكيومنتد. ليه؟ احنا حتى هذه اللحظه بنعمل شبكات فيري سامبل. هنوصل في مرحله بس مش في الكورس ده، بعد كده لما تلاقي نفسنا مثلا ال ان اي كبرنا فيه اربعه راوتر مع بعض هنشغلهم ان شاء الله. لكن في ال ان بي بنوصل زي ما قلت لك ل 10 راوتر. تمام؟ في السي سي او اي بنوصل لغايه مثلا حاجه و20 30 راوتر. تمام؟
هتقدر ان انت تفتكر البيانات اللي هتتحط على كل راوتر. فدايما اول حاجه ايه؟ دوكيومنتيشن للشبكه، وتكتب عليها البيانات بتاعتك كلها، تمام؟ فتخيل نفسك بتعمل دوكيومنتيشن لراوتر مثلا في 30 40 راوتر، هيبقى شكل الدوكيومنتيشن دي عامل ازاي؟ كومبليكيتد قوي، صح؟ ان انت تبدا تكتب لي هنا اي بي وهنا اي بي. طب وليه وجع القلب؟ طب ما انا دلوقتي بكتب النتورك اي دي ذات نفسها على الانترفيس، وبخط صغير هنا كتبت دوت 10، وبخط صغير هنا كتبت دوت 100. يبقى ده معناه ان الاي بي ده او الانترفيس ده واخد كام؟ 192 168 دوت 1 دوت 10. احمد الانترفيس نفسه لا 10، وكارت الشبكه هياخد كام؟ 192 168 دوت 1 دوت 100. تمام. يبقى انا كده وفرت كتابه ولا لا؟ بدل ما كنت اضطر هنا اكتب الاي بي وهنا الاي بي، النتورك اي دي ذات نفسها هي اللي هكتبها على السلكه، هي اللي هكتبها على السلكه. تمام. تعال نشوف بقى حوار الستيتس والبروتوكول دي. هو انا ممكن اشوفهم ايه؟ قالك الستيتس دي ممكن اشوفها ادمنستريتلي داون، والبروتوكول اشوفه داون. ممكن اشوف الستيتس داون داون، ممكن اشوفها اب داون، ممكن اشوفها اب اب، لكن عمري في حياتي ما هشوفها داون اب. نمسك واحده واحده بقى كده ونشوف بقى، فاكر 7 لاير فاهمهم ولا حافظهم؟ هنكتشف دلوقتي فعلا ان 7 لاير لما قلنا ان انا بستخدمهم جامد جدا في ترابل شوتينج ما كناش ساعتها بنحصل. تمام. لو انا الاول نمسك اول سيناريو، لو انا شفته ادمنستريتلي داون داون يعني الدنيا واقعه معايا، جيت اقول له شو اي بي انترفيس بريف عشان اشوف المشكله في ايه، لقيت الانترفيس بتاعي حالته ادمنستريتلي داون. ادمنستريتلي داون يعني معناه ان الادمن هو اللي قافل الانترفيس، الادمن هو اللي عامل داون للانترفيس. يبقى احل المشكله دي ازاي؟ اقول له نو شت داون، مش الادمن هو اللي قافله عن طريق امر نو شت داون. بالظبط. يبقى قومه ازاي؟ عن طريق امر نو شت داون، طلعلي فعلا ان حالته بقت ايه؟ اب. طب انا لو لقيتها داون داون، داون داون دي معناها ايه بقى؟ قال لك الستيتس دي بتعبر عن لاير 1، والبروتوكول بيعبر عن لاير 2. لاير 1 اللي هي مين؟ لاير 1 اللي هي الفيزيكال لاير، ولاير 2 الداتا لينك. الداتا لينك. فلو انا قلت لك ان المشكله عندي داون في لاير 1، لاير 1 يعني ايه؟ فيزيكال، يبقى عندي مشكله فيزيكال، بمعنى الانترفيس بايظ، الكابل متقرش غلط، تمام؟ الكابل مقطوم، المهم ان في عندي مشكله فيزيكالي في السلك بتاعي. عندي مشكله ايه؟ فيزيكالي في السلك بتاعي. تمام. او ممكن يكون السلك السيريال بس مش اللي عندي انا، بتاع الطرف الثاني، الراوتر اللي قصادي مقفول بس مش من اسلاك الايثرنت، في تكنولوجي السيريال. وهنشوف الكلام ده بالتفصيل قدام باذن الله. لو انا تمام وكل حاجه سليمه عندي بس السيريال انترفيس بتاع الراوتر اللي قصادي مش قايم، برضه هيديني داون داون. المهم ان هي مشكله ايه؟ فيزيكالي. تمام. وطالما لاير 1 واقعه، لير 2 هتقوم؟ الدنيا فيزيكالي بايظه، كارت الشبكه هيقوم؟ لا. عشان كده قلت لك يستحيل تشوف السيناريو ده داون اب. ما هي لير 1 لو وقع يستحيل لير 2 تقوم. واضحه كده؟ تمام. طيب اللي بعديه اب داون. اب داون ليها كذا سيناريو، اشهرها على سبيل المثال مشكله كلوكينج. هنشوف مشكله الكلوكينج دي المحاضره الجايه بكره باذن الله. تمام. او ممكن كمان يكون بمشكله انكابسوليشن مس ماتش. ايه انكابسوليشن مس ماتش دي؟ دي باذن الله هناخدها في اول يوم في السمستر الربع، وفي اسباب تانية طول ما احنا ماشيين كده هنشوفها. يبقى داون اب داون ممكن تكون مشكله كلوكينج، بس ما اعرفش ايه الكلوكينج. مشكله انكابسوليشن مس ماتش، انا شغاله بانكابسوليشن واللي قصادي شغال بانكابسوليشن تاني خالص. انا فاهم الكلام ده قدامي ان شاء الله. تمام. في كذا سيناريو طول ما احنا ماشيين هنشوفهم. طيب اب اب
ده اللي انا عايزه اشوفه. يعني معنى كده ان الشبكه بتاعتي تمام وما فيش اي مشكله. داون اب قلنا ان ده مستحيل اشوفه. ليه؟ طالما دي اروان واقعه دي اردو يستحيل تقول. تمام. يبقى تاني كده على السريع administratively داون داون يبقى الادمن هو اللي قفل الانترفيس. داون داون يبقى انا عندي مشكله فيزيكال وطالما لير 1 واقع لير 2 يستحيل تقوم. اب اب ده اللي انا عايز اشوفه. اب داون دي هنشوف ليها كذا سيناريو ان شاء الله. تمام. بناء على الكلمتين اللي انا قلتهم دلوقتي دول لو انا جيت على الكارت ده كده على الراوتر واديت له اي بي مثلا احنا اتفقنا على كام 192.168.10 صح. واللي قصاده احنا اتفقنا ان انا هدي له اي بي كام 192.168.1.100.1 انا كتبتها غلط. انا كتبتها غلط. هيبنكوا على بعض ليه؟ لان الاثنين كده مش في نفس النتورك اي دي البريفكس 24. يبقى فعلا الراوتر والبي سي مش هيبنكوا على بعض. وانا بكتب الاي بي بسرعه اتلخبطت وقمت كاتبه ايه 11 بدل 1 اتلخبطت وكتبت كده. يبقى الجهاز والراوتر مش في نفس هيبقوا في نفس النتورك اي دي يعني مفيش كونكتيفيتي ما بينهم صح. مش ده السؤال. السؤال بقى لو انا جيت على الراوتر قلت له شو اي بي انترفيس بريف بعد ما حطيت الاي بي غلط شو اي بي انترفيس بريف هلاقي حاله الانترفيس ده ايه فاست 0 على 0 هلاقي حالته ايه اب 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 داون 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 هلاقي حالته ايه اب داون اب داون ليه على اساس ان مفيش كونكتيفيتي ما بين الاثنين هو انا هيبقى اب عشان لو شوت داون تمام والاي بي هلاقي محطوط اللي هو اخره 10 تمام والبروتوكول البروتوكول ده اللي هو يعني المقصود بيه لير 2 لير 2 لا مش هيبقى داون عشان ده بره النتورك يعني تقصد هيديك اب داون؟ اه طب خد السربرايز بقى هيديك اب اب ليه؟ هو لير 1 او الستاتس بيعمل ترابل شوتنج على ايه؟ بيعرفني مشاكل لير 1 فيزيكالي الدنيا سليمه صح؟ طيب لير 2 بيعرفني مشاكل او البروتوكول انا اسف بيعرفني مشاكل لير 2 اللي هي الداتا لينك كارت الشبكه عندي سليم انا مشكله الشبكه دي زي ما انت قلت دلوقتي في ايه؟ في الاي بي والاي بي لير الاي بي ده لير 3 لير 3 الامر بتاع شو اي بي انترفيس بريف تقريبا اكتر امر انا بستخدمه في الترابل شوتنج ان انا اطلع المشاكل اللي عايز اوصله لك ان انت لو لقيت حاله البورت بتاعك او حاله الانترفيس اب اب ده مش معناه ان الشبكه بينجبل وسليمه وتمام ده معناه ان الشبكه سليمه في لير 1 وفي لير 2 لكن ممكن بعد كده تكون فيها مشكله صح يبقى تاني الانترفيس انا هيبقى حالته ايه اب اب لان المشكله عندي في الاي بي والاي بي لير 3 والامر ده بيعمل لي ترابل شوتنج في لير 1 وفي لير 2 بس انا عارف المشكله بقى ازاي ما هو طالما لير 1 ولير 2 قايمه ابدا انت بقى ترابل شوت ابتدا من اعلى بقى اعمل بينج مثلا تمام شوف الاي بي هات ممكن تكون مشكله اي بي طب اتاكدت ان الاي بي هات تمام بص بعد كده على لير 4 فيها ايه البورت شوف عندك بورت البنج مقفول ولا لا تمام ممكن يكون بعد كده مشكله ابلكيشن لو في ابلكيشن معين على البي سي مش عايز يكونكت على الراوتر المهم تبدا تعمل ترابل شوتنج فين في اللايرز الاعلى مش تحت لان 1 و2 سليم يبقى فعلا السبع لايرز مهمين جدا ولا لا تمام فهمتهم صح مش حفظتهم صح هتعرف تعمل ترابل شوتنج للشبكه بتاعتك صح تمام كده احنا كده اتعلمنا ازاي ان انا احط اي بي على الراوتر عايزه بقى اتعلم ازاي ان انا اكونكت الراوتر بكارت الشبكه بتاعي هو طبعا اللاب دلوقتي الكابل بتاعه ديسكونكتد لو جيت ابص كده على الكروت اللي عندي الكارت بتاعي ديسكونكتد فبدل ما اوصل كابل واقوم جهاز عشان يقوم ولا اقوم السويتش عشان يقوم والليصه دي انا ممكن دلوقتي اوصله بكارت لوب باك كارت وهمي ايه الكارت الوهمي ده كارت كده في مايكروسوفت كارت وهمي انا وريتهولك قبل كده لما كنت بوريك ازاي الجهاز ياخد اي بي من الابابه اللي هو 164254 وريتهولك ساعتها سيميليشن على كارت على كارت اللوب بيك اللي هي جبناه منين قصدك ال 127 الكارت مش الاي بي الكارت الوهمي اللي جبناه منين يا احمد كليك يمين على ماي كمبيوتر مانج خلاص افتكرت صح
راجع برضو كده على السرعة. تحت device manager هاجي على اسم الجهاز بتاعي، كليك يمين add legacy hardware next. كنت بقوله هنا ايه install manually لان احنا اتفقنا لو سبته هو يدور مش هيلاقي حاجة، ذكرت وهني next. انا عايز اضيف كارت network adapter next. الكارت اللي انا interested فيه تبع شركة مايكروسوفت اسمه لوب باك ادابتر ونكست هيتعرف عندي. تمام كده. طيب بعد ما يتعرف قلت لك حتى الجهاز بتاعي حتى اللاب لو كان كونكتد بشبكة وفي دي اتش سي بي سيرفر برضه مش هيقدر ان هو يكونكت بره. تمام. ساعتها قلت لي طب اعمل بيه ايه؟ على سبيل المثال سيناريو زي اللي انا فيه ده، الراوتر بتاعي انا عايزه اوصله بكارت الشبكة، بس كارت الشبكة في حالتي راح فين؟ كارت الشبكة في حالتي disconnected سواء الواي فاي او الايثرنت، وبالتالي انا لو وصلته حتى بالايثرنت مش هيبقى فيه كونكتيفيتي، الكارت disconnected. فبلجأ لايه؟ ان انا ساعتها باجي على جهاز بتاعي واضيف عليه كارت وهمي، كان ممكن برضو اربطه باي كارت من دول بتوع الفي ان اير. تمام. الكارت ده مثلا كارت وهمي وبالتالي حالته باستمرار اب. تمام. هجديله بس كده اي بي، احنا اتفقنا ان انا هديله اي بي 192.168.100. اتاكد بس هنا ان الايثرنت مش واخد نفس النتورك اي دي عشان ما يعمليش مشاكل. تمام كده. عايزه دلوقتي اوصل الراوتر بتاعي بكارت الشبكه. بالمناسبه انا هسحبه هيكونكت عادي، انت بقى لما تكون لسه عامل كارت لوب باك جديد لازم ترست الجهاز ككل. تمام. عايزه اوصله بكارت الشبكه بقى التاني، اعمل ايه؟ هضغط على علامه الكمبيوترز واسحب كلاود. ايه الكلاود دي؟ اعتبر الكلاود ده وسيط ما بين الراوتر وما بين كارت الشبكه بتاعي. وسيط ما بين ايه؟ الراوتر وما بين كارت الشبكه بتاعي. انهي كارت شبكه قدام هعرف ايه الهوست والفيرتشوال بي سي ده؟ اني كارت شبكه كان لازم اجي الاول على الكلاود. بص كده لو عايزه اربط من الاثنين بضغط على علامه الاد لينك، لو ضغطت هنا قال لي لا ثانيه واحده ما انا لسه ما اعرفش انا مربوط باني كارت شبكه. تمام. فيجي هنا اقول له كليك يمين كونفيجر كلاود واختار كارت الشبكه اللي انا انترستد فيه اللي هو اسمه ايثرنت 2، ده اللي هو ده اللي ده اللي هو كارت اللوب باك اللي انا عملته. لو انت كنت لسه ضايف اللوب باك وما عملتش ريستارت اساسا للجهاز بتاعك ما كانش هيشوفه هنا، لازم ريستارت للجهاز ككل. تمام. فانا هختار هنا ان انا هوصله بايثرنت 2 اد انضاف هنا. اوكي. عايز اوصل ما بين الاثنين هاجي على علامه اللينك دي اوصل ايه؟ فاست 0 اوفر 0 بالكلاود. تمام. الكونفيجريشن بتاع الكلاود تاني الاول شايف العلامه الزائد دي مش عارفه اعمل حاجه ولا كليك يمين ولا حاجه، او كليك يمين فكها اهو، لو قفلت معاك تضغط هنا تاني. تمام. تاني هتيجي على كلاود كليك يمين كونفيجر وتختار كارت الشبكه اللي انت عايز تربطه بيه وتقول له ايد انضافه. تمام. وتوصل الاثنين ببعض. عايز تسر الكلاود دي بقى، الكلاود ده وسيط ما بين الراوتر وما بين كارت الشبكه بتاعي. ماشي. تمام. عايز تستر الانترفيسز هتضغط هنا عشان تستر الانترفيس عشان تبقى عارف وصلته بمين. تمام. بالمناسبه لو انت كنت وصلته بكارت الشبكه الحقيقي بتاع اللاب لازم في خطوه كمان تعملها. ايه هي؟ هتيجي على كارت الشبكه الحقيقي، الحركه دي في الكارت الحقيقي بس مش في اللوب. هو انت ليه مش وصلته بالحقيقي؟ دي ما انا عندي لوب باك وخلاص. بس كان ممكن ينفع عادي. بس كل اللي فيها اجيب الكابل اللي جنبك ده واحطه وابدا ان انا اشتغل طالما هو كونكتد الطرف الثاني بالسويتش. المهم ان هو يحس ان هو كونكتد. تمام. هاجي هنا على كارت الشبكه الحقيقي كونفيجر تحت ادفانسد، اي حاجه فيها كلمه تشيك سم خليها ديسيبلد. اي حاجه فيها تشيك سم ايه؟ خليها ديسيبلد، سواء تي سي بي سواء يو دي بي سواء اي بي
الشاشة دي مش ثابتة، بتختلف من نوع كارت شبكة لكارت شبكة تاني. تمام. وبعد ما تخليهم كلهم ديسيبل تعمل ريستارت للجهاز ككل. لو انت ما عملتش الحركة دي الراوتر هيكونكت على كل الأجهزة اللي حواليك ما عدا الكارت الحقيقي بتاعك. يعني تيجي تبلغ على أي جهاز اللي حواليا دول هيبلغ، تيجي تبلغ على كارت الشبكة بتاعك انت الحقيقي مش هيبلغ ومفيش كونكتيفيتي. وطالما مفيش كونكتيفيتي يعني ليير 3 وقع، ينفع احول جهازي ساعتها لتي اف تي بي سيرفر واقوم عليه ابلكيشن؟ ما هي النتورك وقع يبقى الابلكيشن هيقع. تمام. يعني انا دلوقتي وانا في البيت اوصله على اللوب باك. بدل ما توجع قلبك وتجيب كابل ولازم يبقى ساعتها كونكتد، تجيبه بلوب باك وخلاص. لو عايز توصله بالكارت الحقيقي بتاعك اضمن لي الاول ان هو كونكتد، حتى لو واي فاي اضمن لي انه كونكتد. تمام. لو هو بتتكلم على كارت الحقيقي الاثرنت، اي حاجه فيها كلمه تشيك سام اعمل لها ايه؟ ديسيبل، وبعد كده رست الجهاز كله مش هيأثر على اي حاجه على فكره. تمام. الكلام ده ابتدى من السيفن، ايام الاكس بي ما كنتش بعمل الكلام ده، كنت بوصله وخلاص. تمام. تعالى كده تاني اجي بس على الراوتر. شو اي بي انترفيس بريف، كده الكارت بتاعي كونكتد ومفيهوش اي مشاكل، والجهاز بتاعي هو كمان المفروض ان هو ايه كونكتد وفي نفس النتورك اي دي. تعالى بقى عايزه اول خطوه قبل ما احول جهاز للتي اف تي بي سيرفر، عايزه اضمن ان في كونكتيفيتي ما بين الاثنين. ينفع احول دلوقتي البي سي ده للتي اف تي بي سيرفر وابدا اشتغل عليه الا لما الاول اتاكد انه قادر يوصل للراوتر؟ لا طبعا. بالظبط. احسن طول بنستخدمها كترابل شوتنج اللي هي مين؟ البنج. البنج ده بيتم في انهي مود؟ قال لك في اتنين مود، يا اما تستخدمه في اليوزر مود او في الانيبل مود. تعال نجرب كده في الاتنين. انا دلوقتي في الايه، وممكن طبعا بنج من على اللاب عندي، ممكن تبنج من البي سي عادي. تمام. فهتيجي هنا في اليوزر مود تقول له بنج مسافه الاي بي بتاع اللاب. تمام. ايه اللي حصل؟ اداك دوت وبعد كده 4 اكسكليميشن مارك. ايه ده؟ قال لك لو لقيت الدوت دي، الدوت دي معناها ان البنج ان سكسسفول. لو لقيتها اكسكليميشن مارك معناها ان البنج سكسسفول. لو لقيتها حرف اليو كابيتال معناها ديستنيشن انريتشبل، معناها ايه؟ ان ديستنيشن انريتشبل. يبقى معنى كده ان الراوتر بتاعي بنج كام بنجيه؟ خمسه، واحده وقعت واربعه ايه؟ اشتغل. تمام كده. طب سؤال بقى. حاضر هجيب والله مش هفوت كلمه بس اصبر. سؤال، ليه اول بنجايه وقعت؟ ليه عندي في بنجايه وقعت؟ بروتوكول الارض، فاكر الارض؟ الارض اللي هو كان بيجيب الديستنيشن باك. بالظبط. هو حتى هذه اللحظه الراوتر ما كانش لسه عمل برودكاست عشان يجيب الديستنيشن باك بتاع الكارت بتاعي. مش قلنا اول باكيت عاده بتقع لغايه ما الارب كده يلف لفته ويجيب الديستنيشن ماك؟ صح. كتاكيد هو جابه خلاص. بص اقول لك الاول، لو انا جيت ابنك تاني مفيش ولا بنجايه وقعت. ليه؟ ما هو جابه خلاص. وقلت لك بيكيشوا عنده سيسكو راوتر، بيكيشوا لمده قد ايه؟ كنا قلنا بيكيشوا لمده 4 ساعات باي ديفولت. تمام. لو جيت هنا قلت له شو ارب على سبيل المثال، الراوتر او البي سي بتاعي الاي بي بتاعه 100، ده الماك بتاع البي سي بتاعي الكارت الوهمي اخره 50. تمام كده. ده في اليوزر مود، ده كبيري البنج اللي في اليوزر مود. طب لو انا حبيت بقى ان انا ابنج في الانيبل مود، بنج فرق حاجه لغايه دلوقتي؟ ما فرقش حاجه خالص. ما تقوليش اول بنجيه وقت، لان كده كده ما لهاش علاقه بالمود ده عشان الارب كيشه. تمام. لكن في هنا شويه اوبشنز محترمه بقى. على سبيل المثال ممكن هنا استخدم اوبشن زي ريبيت، زي مثلا عايزه اريبيت الكلام ده 10 مرات، عايزه ابنج مش 5 باي ديفولت. فاكر الدوس كان بيبنج كام باي ديفولت؟ 4. انما هنا
باي ديفولت بيبان لك 5. عايز عايز تكبر عدد او عايز تكتر الباكتس يعني تقول له ايه ريبيت الكلام ده كم مره. تمام تعال نجربها تاني كده. بينج ريبيت كتبت حاجه غلط. كتبت حاجه غلط وانا بكتب بسرعه اتلخبطت وكتبت حاجه غلط. والمشكله ان انا استخدمت عدد باكيتس كبير. طب عايزه اوقف البنك مش عايزه اشتغل. كنترول زد برضو مش عايزه تشتغل. سيسكو غبيه قوي في الحته دي. قالت لي ايه؟ طيب سكيب سيكونس تو ابورت. اضغطي لي السكيب سيكونس عشان توقفي البنج. وما قالت ليش مين هو السكيب سيكونس. السكيب سيكونس في سيسكو كنترول شيفت ها افتكر كده 6 و6 اللي الناحيه دي مش 6 اللي الناحيه دي. يبقى ايه عايزه اوقفه اقول له كنترول شيفت 6. تمام يبقى انت لو عايز تبنك بماينس تي مفيش حاجه اسمها ماينس تي. استخدم له عدد ريبيت كبير. تمام بس بالمناسبه في شويه اوبشنز محترمه الصراحه. لو عايز تكبر حجم السايز بتاع الباكت بتاعتك تمام. لو عايز تعمل ديفراجمنتيشن لو عايز تحدد سورس مختلف في شويه اوبشنز من دول هنبقى نستخدمهم في الكورس باذن الله. تمام كل الاوبشنز دي مش موجوده في اليوزر مود. يعني شوف حتى البنج اللي في اليوزر مود مختلف عن البنج اللي في الاليت مود. اليوزر مود كان هو ده كبير البنج مسافه الاي بي خلصت. لكن البنج اللي في الانيبل مود شوف فيه شويه اوبشنز محترمه ازاي. اللي انا عملته ده اسمه نورمال بنج. اسمه ايه؟ نورمال بنج. ايه ده هو في نوع تاني؟ اه في نوع اسمه اكستندد بنج. ايه الاكستندد بنج ده بقى؟ قال لك ان انا بكتب كلمه بنج بس اوبس ان انا بكتب له كلمه بنج وقلت هيبدا يسالني اسئله وانا بقول له بيشبهك بمين او بيفكرك بمين. تفصلت؟ لا انا مش فاكر ده فين. ده سيت اب مود. اه بالظبط اللي هو مش السيت اب مود. اه كان بيسالني حاجات كتير. بالمناسبه انت ما فكرتنيش ازاي ادخل من الكومن مود للسيت اب مود. قلت لك فكرني عشان اشرحها لك ونسيت برضه. ماشي؟ طيب هيبدا يسالني اسئله كتير وانا جايب. بيقول لي هنا ابندج لك على بروتوكول وبيديني اقتراح ابندج لك على بروتوكول الاي بي. لو انا موافقه هقول له ايه؟ انتر. انتر مش يس او اي بي. لا هو بيسالني ايه هو البروتوكول اللي عايزه تبندجي بيه. او تقصد ايه؟ اكتب اي بي. اه ماشي. لا انت غلط. اه تكتب كلمه اي بي زي ما هي صح. تمام. طب مين هو التارجت اللي انت عايزه تبندجي عليه؟ انتر. طب عايزه تكرري الكلام ده كم مره؟ لو عايزه اقبل الديفولت انتر. لو عايزه احدد عدد بنجات. طب حجم الباكت هو باي ديفولت كان دوس كام كام فاكر؟ كان 32. 32 بايت. هنا باي ديفولت حجمه كام؟ 100. عايز تقبل الديفولت؟ اوكي. طب التايم اوت. ايه التايم اوت ده؟ ده التايم اللي المفروض الباكت تسافر وترجع في خلاله. لو عدى ال 2 سكند باي ديفولت هيحصل له دروب. الباكت المفروض تروح للديستنيشن وترجع في خلال ايه؟ 2 سكند. 2 سكند. 2 سكند. هو على الـ PC 2 سكند برضه؟ التايم اوت هناك؟ اه تقريبا. اه. تقريبا هو لا هناك مفيش هناك تايم اوت. هناك كان بيجيبها لي اساسا التايم اللي راح اللي استغرقه عشان يروح ويرجع. ده مش اللي استغرقه عشان يروح ويرجع. ده التايم اللي المفروض يروح ويرجع في خلاله يا اما يتعمل له دروب. ده حاجه وده حاجه. تمام. فلو انت عايز تقبل الديفولت انتر. طب اسالك اسئله كمان؟ نو ولا يس؟ نو كفايه. طب السويب رينج اوف سايزز اي حاجه انت مش فاهمها اقبل الديفولت. يبقى انتر بسرعه كده. ايه السويب رينج ده؟ مش انا حجم الباكت بتاعتي كام؟ 100؟ لا انا ممكن اعمل لها سويب. سويب يعني ايه؟ الباكت الاولانيه تبقى 100، الثانيه 101، الثالثه 102، الرابعه 104 انصون. تمام؟ انتر. بنج لي 10 مود. يبقى الاكستندد بنج ممكن ايه؟ ده عباره عن ايه؟ اشبهه بالسيت اب مود. بيسالني اسئله. بقول له بنج وانتر واساله اسئله ويبدا يجاوب يعني. تمام؟ بالمناسبه لو انا عايز اطلع من كومان مود للسيت اب مود سيمبلي وانا هنا في الانيبل مود هقول له سيت اب. انتر.
طب عايز ارجع تاني على كومن مود كنترول سي. واضحه كده؟ انا كده قومت النتورك لاير. هو انا بعمل الهيصه دي كلها ليه؟ اساسا الهيصه دي كلها انا كنت بعملها ليه؟ عشان اقوم اللاب بتاعتي اف تي بي. يبقى التوبيك اساسا اللي انا انترستد فيه دلوقتي ان انا اقوم التي اف تي بي سيرفر. ليه تاني؟ عشان عايزه اتعلم ازاي ان انا اخد كوبي من الكونفيجريشن من الراوتر، سواء مثلا من الران كونفيج من الستارت اب كونفيج احطها على سيرفر. والتي اف تي بي قلنا من شويه ان هو اختصار تريفيال فايل ترانسفير بروتوكول، وده شغال على بورت يو تي بي بورت 69. تمام كده؟ تمام. ازاي بقى احول جهاز الكمبيوتر بتاعي لتي اف تي بي سيرفر؟ قال لك عن طريق برامج. على سبيل المثال مثلا هتلاقي برضو البرامج دي كلها معاك. على سبيل المثال في برنامج البانكن، انا عن نفسي بحب البرنامج ده قوي. تمام. في السولار تي اف تي بي ده بفلوس اساسا، وفي التي اف تي بي دي سواء 32 بت او 64 بت. سيسكو بتريكومند ان انت تستخدم تي اف تي بي دي. انا عن نفسي بحب البامكن عشان بس جاست ان صوته بيعجبني بس مش اكتر. تمام. بس عشان يبقى اديت لك معلومه كامله، كان في مره بعمل سيرفيس كان في مكان تبع فودافون يعني، وكنت بعمل باك اب لاي اس حجمه كبير. لما جيت استخدم البامكن ما قبلوش، ما رضيش ياخد منه باك اب، انما تي اف تي بي دي جابها. تمام. هنا في حالتي انا عامل حاجات بسيطه حجمها بسيط، فالبانكن شغال معايا عادي. دبل كليك يس اوكي اتثبت. شوف حجمه قد ايه، حجمه بسيط جدا. بامكن عارف اللي هو القرع العسلي؟ اه تمام. بيتر اند بامكن. ايوه ماشي. اشغل بقى كده برنامج البامكن. ده شكل برنامج البامكن اهو. تمام اهو روح. طيب مش المفروض دلوقتي الراوتر هيبعت داتا على البامكن كونفيجريشن، هيبعتها على الراوتر على التي اف تي بي، انا اسف على البامكن. هتتحط فين؟ قال لك لو دخلت هنا على اوبشنز باي ديفولت البامكن بياخد اي داتا او اي كونفيجريشن يحطها فين؟ تحت السيستم 32. ده مش الكومنت النهائي اساسا، ده لو قدر يكتب على السيستم 32. تمام. فانا هحط له هنا مثلا على الديسك توب سي، مثلا احط له فولدر دايركتوري اسميه مثلا داتا، ده جديد اهو فاضي. هبراوز هنا واقول له الكونفيجريشن اللي انت هتاخدها من الراوتر حطها عندي على الديسك توب في الدايركتوري اللي انا كريته اللي اسمه داتا. تمام. هنا بقى بيقول لي ريد ريكوست بيهافيور. يعني ايه؟ الراوتر بتاعك لما يجي في يوم من الايام يقرا الكونفيجريشن، انت كتي اف تي بي جيف اول فايلز تديله كل الملفات، ولا برومبت بيفور جيفينج فايل تديله تحذير قبل ما تديله الملفات، يديك سوري تحذير قبل ما تديله الملفات، ولا ديناي؟ انا هسيبها برومبت عشان نشوف شكل التحذير هيبقى عامل ازاي. تمام. طب رايت ريكوست بيهافيور لما الراوتر في يوم من الايام يكتب الكونفيجريشن بتاعته على تي اف تي بي، انت بقى هتيك اول فايلز، انت كتي اف تي بي هتيك اول فايلز، ولا يديك برومبت لو عندك فايل بنفس الاسم، ولا اولويز برومبت، ولا ديناي؟ انا برضو هسيبها اولويز برومبت عشان نشوف شكل التحذير عامل ازاي واقول اوكي. بالمناسبه انا لو قفلته كده هو ما اتقفلش، ستيل موجود في الكويك لانش هنا او السيستم تري. تمام. طيب في كونكتيفيتي دلوقتي ما بين الراوتر وما بين البي سي بتاعي ولا لا؟ اه في كونكتيفيتي. اقدر بقى ساعتها ايه؟ اقول له هنا كوبي من، تعال ناخدها من الرننج على طول. ماشي. لمين؟ للتي اف تي بي. انتر. طب انت عايزه تكبيري الداتا على مين؟ بالمناسبه تتاكد لي ان الفاير وول قافل عشان ما يعملكش مشاكل. انتر. طب انت عايزه تسمي الملف هناك ايه؟ وبيديني اقتراح r1-config. ماشي اوكي تمام. قال لي ان الهوست الفلاني اللي اخره 10 is attempting to send you a file، بيحاول يديكي ملف. accept ولا دي ولا rename ولا deny؟ accept. تمام. لو جيت هنا تحت data تدعى ملف بتاعه. لو جيت افتحه بالورد بيت كده عشان يبقى اوضح، مش هي دي الكونفيجريشن بتاعتي.
تحت طب ثانيه واحده سياحه تحت الانترفيس تحت اللاين كونسول. ده انت ممكن توصل في مرحله في يوم من الايام ان انت تاديت جوه الكونفيجريشن بنفسه. يعني تعالى ناخد حاجه بسيطه كده سي مثلا هسمي الراوتر عبير وزيفت تمام. وبعد كده وقت ما تحتاج الكونفيجريشن دي ترجع تاني على الراوتر في يوم من الايام مثلا الكونفيجريشن ضربت على الراوتر كل اللي فيها هتيجي على الراوتر تديله اي بي عشان تتاكد ان في كونكتيفيتي ما بينه وما بين التي اف تي بي سيرفر. وبعد كده تقول له كوبي منين من التي اف تي بي سي دلوقتي احطها على رانج عشان تظهر قدام عينيا على طول تمام. انتر انت هتجيبي منين من الاي بي بتاعك مين. انتر كان اسمه ايه الملف كان اسمه R1 داش كونفيج من غير الاي كان كده. انتر عايزه تحطيه فين مفيش اي سبب منطقي يخليني احطه في مكان غير الرانينج كونفيج. انتر فلان الفلاني از ريكويستنج الفايل جرانت تسمحي له ولا ديناي. اسم الراوتر صح اتغير على الرانينج اهو في لحظتها. مش كان دايما بيقول لي هنا configured from console by console. بص المرة دي بيقول لي ان الconfiguration ما تمتش عن طريق كابل console. الconfiguration تمت منين من TFTP اللي ده الاي بي بتاعه من الملف اللي اسمه كذا عن طريق اليوزر اللي اسمه console. بس انا داخلة دلوقتي من غير يوزر نيم وباسورد انا داخلة بالديفولت يوزر اللي هو console تمام. ده انت في يوم من الايام بقول لك ممكن توصل لمرحلة يكون مثلا عندك سيرفيس ولا حاجة بدل ما انت تروح وتقضي اليوم كله هناك وانت قاعد في بيتك كده تظبط الكلام ده ملف زي ده خده على الفلاشه وروح هناك تعال على كاس كده مكنه اي مكنه حولها لهم للتي اف تي بي اخدت قد ايه. انا ممكن اسطب التي اف تي بي عندي على طول اخدت قد ايه ما كملش دقيقه وانقل لهم ملف الكونفيجريشن وتست وامشي. حلو تمام اوكي. طيب تاني بقى السيت اب بتاع التي اف تي بي دبل كليك لا لا غير اللي هي الكونفيجريشن اللي جوه. جيت هنا تحت اوبشنز تمام غيرت المصور ماشي بعدين بس وسبت ده على الديفولت عشان اتاكد بس ايه عشان نشوف شكل البرومبت التحذير اللي طلع لي ده تمام. هو بيبقى كده بس وممكن على فكره تزيم تظبط التايم اوت لان ليه تايم اوت معين شفت هنا ليه تايم اوت معين لازم اقبل في خلاله ماشي. فممكن تظبط من هنا او تعلي التايم اوت تمام كده. ممكن تقفل الساوند تعمل اكسس ليست تقبل من ناس معينه يعني تمام. طيب ممكن بالمناسبه كنت تقول له كوبي من الرانينج للتي اف تي بي نقطتين سلاش سلاش الاي بي اللي اسمه على وتدي له انت اسم للملف R1 مثلا عشان ما يسالنيش يقعد يسالني عنه. هو للدقه هيسالك بس هيحط لك الاي بي بدل ما انت تكتبه يعني كل اللي كان انت ايه عمال تضغط انتر بس بيديك سجستشن. ايوه تمام. طيب مش عم اخر حاجه لو انا عايزه ادخل دلوقتي عشان انت بتحب الباكت تريسر عشان اوريك فرق السماء بالارض ما بين الباكت تريسر وما بين الجي ان اس. لو انت حبيت تعمل الكلام ده بقى على الباكت تريسر تعمله ازاي؟ الاول كده هتسحب راوتر احنا اتفقنا ان احنا هنشتغل على 2911 تمام. وتسحب هنا كاس كمبيوتر انت ديفايسز اللي هو الكيسه دي الكيسه ده يبقى سيرفر تمام وتوصلهم ببعض من اد كونكشن ماشي تمام. راوتر وبي سي يبقى ايه راوتر وبي سي ده كروس اوفر سي مثلا لا لا عشان تتعود عشان تتعود سي مثلا هتوصله هنا الموديل ده معلوش فاست ايثرنت عليه 3 جيج فعشان لو انت بتحط الاي بي ما تنزلش ساعتها تحت فاست زيرو على زيرو مفيش انزل تحت مين جي زيرو بالظبط وتيجي توصله هنا بالكارت ده تعالى طبعا على الراوتر سي ال اي وحط له الكونفيجريشن. هنا بقى الكيسه دي ازاي تحولها لتي اف تي بي اولا تيجي تحت ديسك توب اي بي وتحط له هنا الاي بي تمام. بعد ما تحط له الاي بي عايز تبندنج من الكوماند برومبت السي ام دي عايز تحولها ل تي اف تي بي من سيرفيسز وتيجي على تاب تي اف تي بي وتقول له اون بس
بس كده. انت حسيت بحاجة حقيقية؟ وعندك شوية حاجات سهلة. وده اللي يهمك؟ احنا هنا عملنا فعلا جهاز تي في تي في بجد وحقيقي. يا مفتري. الحياة مليانة صعوبة. في اي مشكلة في الجزء ده؟ اوقف؟ اه. من البتاع.